بالنسبة للشرائح عندنا 4 شرائح أو 5 شرائح. عندنا 1 معلقة كبيرة زبدة، 200 جرام كرات حلقات، 3 بشر ليمون، ملح وفلفل، وهنعمل معاهم بيرنيز صوص، 5 عود نعناع فريش، 20 مللتر خل، 125 جرام زبدة، 2 صفار بيض، 1 بشر ليمون، 1 عصير ليمون وملح. بالنسبة للوصفة الثانية اللي هي التندرلوين اللي شلناه من بيت الكراوي، عندنا 1 تندرلوين، 2 معلقة كبيرة صويا صوص، 1 معلقة صغيرة كمون، 1 فص ثوم مهروس، 40 جرام عسل، 1/4 حزمة روزماري، و1 معلقة كبيرة زيت ممكن نباتي أو زيت زيتون. نبتدي بالتندرلوين عشان عايزين نحطه في التتبيلة. هناخد المقادير كلها، عندنا الصويا صوص، العسل، كمون، روزماري، ثوم، نخلطهم مع بعض. طبعا التندرلوين ما بياخدش سوى تقريبا خالص، يعني حاجة بسيطة، لأن عموما التندرلوين ما بياخدش سوى كتير، بس ده كمان تندرلوين خروف، فطبعا حجمه زي ما احنا شايفين صغير، فمش هياخد سوى كتير. بنحطه في التتبيلة وبنسيبه لحد ما نبقى جاهزين. بالنسبة ل البيت الكلاوي الكامل، هنحط عليهم ملح وفلفل، وهنبتدي نسويها على الجانب اللي فيه الدهن، وهبتدي اسويها الاول على الجزء اللي فيه الدهن، وبعد كده هنبتدي نسويها على بقيه الجوانب، وكده تبقى جاهزه. وفي الوقت ده ممكن ابتدي اسيح الزبدة علشان نعمل البيرنيز صوص بعد كده. الزبدة عايزينها تسيح وتبقى دافية، يعني حوالي 40 او 50 درجة مئوية. ممكن دلوقتي احط عصير الليمون، صفار البيض، بشر ليمون، شوية خل صغيرين، وشوية نعناع، وأضربهم مع بعض. دلوقتي أحط البصل، بشر ليمون، وزبدة، ونسيبهم كلهم يتشربوا من الطعم، وأشيلهم من على النار خلاص، خليهم على جنب. أوكي، هبتدي أحط الزبدة بس شوية شوية، والزبدة بتطبخ البيض اللي حطيناه، وكمان حتى الصوص. اوكي، وبكده عندنا البيرنيز صوص جاهز، وجاهزين ان احنا نقدم اول طبق النهارده اللي هو شرايح بيت الكلاوي. نحط البصل الاخضر. دلوقتي هنعمل وصفه التندرلوين، قعد شوية في التتبيلة، وبنتأكد ان الطاسة سخنة كويس، وهنحطه في الطاسة. مجرد ان هي تتحمر بس على كل الوشوش بتاعتها، ده هيكون كافي خالص ان التندرلوين تكون استوت.
ونبتدي نجهز حاجة التقديم. نحط ورود ألوان مختلفة زي كده، السلطة البلدي ما بيبقى فيها ألوان مختلفة. ودلوقتي يعني هي مفروض تتساب حوالي ربع ساعة، احنا سبناها بس دقايق بسيطة، ونبتدي نقطع اللحمة.